احتفالا بانتصارات الجيش العربي السوري التي حققها في مدينة دير الزور، أقام طلاب جامعة حلب وقفة تضامنية أمام مبنى الجامعة، معبرين عن محبتهم للجيش وشكرهم الكبير على فك الحصار عن أهالي الدير المحاصرين. طلبة سوريا، طلبة جامعة حلب يحتفون ويحتفلون انتصارا بتحرير بفك الحصار عن مدينتنا الغالي، مدينة دير الزور، مدينة الفرات. بداية لا يسعنا إلا أن نترحم على شهدائنا من مدنيين وعسكريين الذين هم منابر للنصر، ونبارك لشهدائنا ونبارك لمدينة دير الزور الأبية، نبارك لها بهذا الانتصار الساحق. نحن جينا اليوم كطلاب جامعة حلب لنبارك للجيش العربي السوري بفك الحصار عن دير الزور، وبإذن الله هي رسالة واضحة من الجيش العربي السوري لكل ليرات التقسيم أنه نحن بكامل الحدود سوريا راح تكون تحت سيطرة الجيش العربي السوري إن شاء الله. نبارك لسوريا والشعب السوري وقائد سوريا هذا الانتصار الكبير بفك الحصار عن دير الزور، ولولا تضحيات شهدائنا الأبرار وجراح جرحانا لما صار هذا الانتصار، وإن شاء الله النصر القريب على كافة الأراضي السورية. بدنا نترحم على أرواح شهداء سوريا كلها، بدنا نقول لكم إن شاء الله دمكم ما راح أدور، ونحن كلياتنا نصر لنصر أقوى، نحن السوريين كلياتنا إيد واحدة وراح نبقى إيد واحدة لحتى يطلع آخر إرهابي من سوريا، والله نحن عم نحتفل بنصر الكبير بأهلنا بدير الزور. احتفالات شعبية انطلقت فرحة بعودة مدينة عانى أهلها من الحصار لأكثر من 3 سنوات، وروى ترابها دماء شهداء ضحوا في سبيل عودة الأمن والأمان إليها.